أهلا بكم مشاهدين لهذه الوقفة الجديدة مع دراما رمضان، والتي نجمل لكم فيها اليوم أحداث بعض المسلسلات التي تتابعونها على شاشة MBC. نبدأ بباب الحارة الذي طبعا تصاعدت أحداثه في الحلقات القليلة السابقة حتى بات أهالي بالفعل حارة الضبع أمام خيارين، إما تسليم أنفسهم والرهائن الفرنسيين أو تعريض الحارة للقصف بالمدفعية. وزميلي جميل عماله بيضحك، ده رحب فيك جميل. أهلا فيك. ليش عم تضحك؟ لأنه بالفعل في أحداث مهمة جدا بهذا المسلسل، وفي أيضا شخصيات جديدة عم نشوفها في الجزء الرابع. حقيقة يمكن كان طبعا المشاهدين تابعوا شخصيات شافوها بالعام الماضي، لكن لابد من الإشارة إلى وجود الفنانة منى واصف في المسلسل والدور الجميل اللي عم تلعبه، واللي بعتقد أنا يمكن أعطى نكهة حقيقية للمسلسل و يعني غطى غياب نجوم كانوا موجودين في هذا المسلسل. هي منا ممثلة يعني جديدة، يعني منى واصف هي ممثلة قديرة جدا، ويبدو أنه هذا الدور هيك ورجينا شخصية ما كتير يعني شايفينها قبل عندها لمنى واصف. أنا رح نشوف مشهد من تمثيل وكتير دقيق هذا يعني المشهد، رغم أنه شخصيتها هي نرفوزي وعصبية، إنما رح نشوفها هلأ بمشهد مختلف تماما. خلينا نشوفها سوا. ايه راح يبكي. ايش بتقولي يا خالتي ام جوزيف؟ هذا ابو احمد بيبكيش بنوب. انت لساتك بغو، بدك فت خبز كتير.